نذهب الآن إلى رام الله ومعنا الدكتور أحمد المجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. دكتور أحمد مرحبا بكم معنا في هذه الساعة الإخبارية على العربية. بداية، ما هو موقف منظمة التحرير الفلسطينية عندما تستمع وكأن إيران بيدها قرار السلم والحرب في أرض غزة وفي أرض فلسطين وأن دماء أكثر من 21 ألف فلسطيني يأتي انتقاما لسليماني؟ يعني الشعب الفلسطيني وحركته الوطنية ليس من واجبهم وليس من دورهم أن يقوموا بحروب بالوكالة عن أي أطراف إقليمية أو دولية أخرى. الشعب الفلسطيني لديه قضيته المركزية وهي تحرير فلسطين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. ومن يقبل على نفسه أن يكون أداة لإدارة حروب بالوكالة لمصلحة أي أطراف أخرى ويعرض الشعب الفلسطيني ومصالحه الوطنية والعليا للدمار من أجل أي أطراف أخرى، أنا أعتقد أن هذا الأمر غير مقبول ولم تكن على الإطلاق هكذا لا في الثقافة الفلسطينية ولا في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية. نعم، طب دكتور أحمد، ولو أن حركة حماس سارعت تفضل يعني نحن نتمنى أن يكون هذا الكلام غير صحيح، ونأمل أن نتمنى أن لا يعني، وكنا استمعنا منذ اليوم الأول للعدوان على غزة أن إيران يعني أعلنت وبشكل واضح تنصلها وتبرؤها من أي صلة لها بهذا الوضع أو بهذه الحرب التي نشبت يوم طب هل في دلالات لهذا التوقيت وهذا التصريح الإيراني؟ يعني لماذا الآن تقوم إيران وتخرج بهكذا تصريح وفي الورقة المصرية والمفاوضات حولها؟ يعني أنا أعتقد أنه يعني ليس لدينا لغاية اللحظة الراهنة تفسير سياسي منطقي لما عبر عنه الناطق اسم الحرس الثوري الإيراني. على العكس من ذلك، نحن نستهجن ونستغرب هذا التصريح في هذا التوقيت بالذات، لأنه من شأن هذا التصريح أن يورط شعبنا بمزيد من الويلات، وبالتالي أيضا يضعنا أمام أيضا حالة لا هي غير مقبولة بالنسبة لنا وطنيا على المستوى الفلسطيني. وبالتالي أنا يعني طلعت بدقة على النفي الإيراني، وهو نفي يعني بصراحة ضعيف وغير مقنع، وأيضا اطلعت على النفي الذي قدمته حركة حماس. لكن بكل الأحوال التصريح الإيراني هو مسيء للشعب الفلسطيني ولتاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية ولشهداء الشعب الفلسطيني وتضحياته الآن في قطاع غزة، ولا ينبغي أن يكون الشعب الفلسطيني يدفع ثمنا لانتقاما أو ثأرا لشخص أيا على شأنه، أي شخص مهما على شأنه وكبرت قيمته في بلد. طيب دكتور أحمد، دكتور أحمد يعني هناك من يقول بأن هكذا تصريحات هي لم تأتي من فراغ، يعني إيران تستخدم أذرعها في المنطقة، وكما يرى ويصف مراقبون بأن حماس والجهاد أحد أذرع إيران في المنطقة. هكذا تصريحات وإن سارعت حماس بنفيها بأسرع وقت ممكن، ألا يفتح الباب وتساؤلات حول مشروع حماس والجهاد إن كان مشروعا وطنيا فلسطينيا أم امتدادا إقليميا؟ هذا الموضوع ليس بجديد، يعني هذا السؤال ليس بجديد على الإطلاق، وهذا الأمر يعني كان يعني إحنا يعني كنا ندرك تماما في الحوارات الفلسطينية السابقة التي عقدت سواء في القاهرة أو الجزائر أو غيرها. لكن بكل الأحوال إحنا بنعتقد أن من أجندته وطنية فلسطينية عليه أولا وأخيرا أن يكون جزءا من الحركة الوطنية الفلسطينية وبرنامجها،
بصرف النظر عن التباين بهذه الطريقة أو تلك مع برنامج أها المنظمة، طيب لكن أولا وأخيرا هناك نظام سياسي فلسطيني عبر عنه خلال السنوات الماضية، والذي يلاقي الاعتراف الدولي والعربي والإسلامي، وبالتالي نحن في منظمة التحرير الفلسطينية أولا وقبل كل شيء نتمسك بقرارنا الوطني الفلسطيني المستقل، ودفعنا ثمنا غاليا في سبيل هذا القرار وفي سبيل عدم التدخل نعم في هذا القرار أو طيب فرض أي أجندات علينا من الخارج. دكتور أحمد، اسمح لي الآن، في عواجل كنا نراها أسفل الشاشة فرضت نفسها في حوارنا معك. خالد مشعل لفيجارو الفرنسية يقول: في الوقت الحالي مستعدون للتفاوض على جميع القضايا وعبر وسطاء. يقول أيضا: عندما يحين الوقت لإقامة دولة فلسطينية سنناقش الاعتراف بإسرائيل. كيف تعلقون على هذه التصريحات الأخيرة؟ أنا أعتقد هذه مسارعة لتقديم أوراق اعتماد للولايات المتحدة الأمريكية، وسبقوا قبل ذلك موسى أبو مرزوق، وسبقوا قبل ذلك الأستاذ إسماعيل عنية في 1 نوفمبر من العام الحالي على قناة الجزيرة. أنا أعتقد أن الطريق الأسهل والأصوب لحركة حماس هو الموافقة على برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، وأن تصبح جزءا من الحركة الوطنية الفلسطينية، لأن ذلك هو الطريق الأصلح والأصوب لها من أن تقدم أوراق اعتماد بهذه طيب الطريقة. يعني دكتور أحمد، هل برأيكم حماس ما قامت به في 7 أكتوبر هي أصلا كانت تفكر بمنظمة التحرير الفلسطينية، وما كيف ستكون المواقف فيما بعد ذلك؟ أنا أعتقد أن هذه الحسابات لم تكن لديها على الإطلاق، ربما كانت لديها حسابات أخرى وتعتقد أنها، يعني في حساباتها حسابات أنها سوف ليست تستطيع. فلسطينية دكتور أحمد؟ أنا هلأ ما بدي أوصف حسابات فلسطينية ولا غيرها، لأنه إحنا بحاجة للتدقيق أكثر بهذا الموضوع، خاصة بعد اليوم التصريح الإيراني. لكن بكل الأحوال إحنا يعني بكل مسؤولية بنقول ربما كانت لدى حركة حماس حسابات سياسية محددة في إطار يعني اعتبارها أنها ستقوم بعملية عسكرية خاطفة تنجز إنجازا عسكريا وتنجز إنجازا سياسيا يضعها في قيادة الحالة الوطنية الفلسطينية وفي قيادة الشعب الفلسطيني. طيب دكتور أحمد، في لكن أيضا مآل الأحداث نعم وتطورها نعم وانفلاتها بهذه الطريقة وخروجها عن السيطرة، واضح تماما أن الأمور يعني لم تعد كما كانت هي إذا كانت في هناك حسابات آه. كما كانت هي الحسابات. طيب دكتور أحمد، أيضا في تصريح لافت اليوم، إيران تقول بأنها سترد، يعني أعلنت بكل صراحة وعلى أعلى المستويات على رد مقتل موسوي بطوفان أقصى ثاني، وكأنها تربط يعني الدور الإيراني بطوفان أقصى ما حصل ب7 أكتوبر وما سيحصل بطوفان أقصى ثاني، هكذا وصفته. هل أصبحت اليوم غزة ساحة صراع ورد لا إيراني؟ ينبغي، لا ينبغي ومن غير المقبول أن يكون دماء شعبنا ومقدراته الاقتصادية والاجتماعية وأيضا ممكناته التي دفع سنوات طويلة من عمره في بنائها في قطاع غزة أو في الضفة الغربية ثمنا لأي مصالح إقليمية أو ثأرا لمقتل يعني أيا كان، سواء كان موسوي أو سليماني أو غيره. إحنا ليست لدينا يعني المشكلة لدينا ليست في الأسماء، وإنما يعني بلدنا وشعبنا ليس مكانا لتصفية الحسابات لأي لمصلحة أي طرف كان. أنا أشكرك جزيل الشكر. من رام الله دكتور أحمد المجدلاني، عضو لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، شكرا لك. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.